وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة مهدي، مدير تطوير الأعمال في صادرات البحرين. بعد التحية أستاذة فاطمة، كما نعلم بأن صادرات البحرين حققت إنجازا وطنيا بدعم صادرات وطنية، هل حدثتينا أكثر عن دور صادرات البحرين في ذلك؟ نعم طبعا، ولله الحمد نفخر بهذا الإنجاز الوطني نتيجة توجيهات القيادة الرشيدة وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وطبعا ذلك بمساهمة صادرات البحرين في دعم الصادرات والتي ارتفعت لتتجاوز قيمتها 100 مليون دولار أمريكي من بدايتنا وحتى نهاية يونيو 2021، وطبعا الأرقام سترتفع بإذن الله في الأيام القادمة. صادرات البحرين والتي تعتبر منصة التصدير الرسمية في المملكة ساهمت ومنذ التدشين في تسهيل صادرات تجاوزت 51 فئة مختلفة من المنتجات والخدمات، وأيضا غطت 10 قطاعات، وكما تمكنا من إيصال الخدمات والمنتجات المصنعة في البحرين إلى أكثر من 55 سوق عالمي. وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية خلال جائحة كورونا، إلا أن نسبة المصدرين الجدد زادت ب 15%، مما ساهم في ارتفاع نسبة دخول الأسواق الجديدة ب 34% من خلال صادرات البحرين. نعم أستاذة فاطمة، لو تحدثينا عن أبرز الحلول والخدمات التي يتم من خلالها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للوصول للعالمية. نعم طبعا، تستمر جهود صادرات البحرين في طرح الخدمات الداعمة للشركات المصدرة في مملكة البحرين، واللي من خلالها تم تسهيل صادرات قيمتها أكثر من 100 مليون دولار. طبعا راح أذكر لكم أبرز هذه الحلول: خدمة تأمين ائتمان الصادرات للحد من مخاطر عدم السداد، وأيضا خفض تكاليف الشحن من خلال خدمة شحن الصادرات والخدمات اللوجستية، خدمات تيسير عمليات التصدير ومبادرة مبيعات التجزئة الدولية، وكذلك تيسير التجارة الإلكترونية. وطبعا أحدث حلول صادرات البحرين وهي خدمة دعم المصدرين الجدد، واللي يتم من خلالها على حصول منح تغطي لغاية 20% من القيمة الأولية لأول صفقة تصدير أو للراغبين بتصدير خط جديد من المنتجات والخدمات. نعم الأستاذة فاطمة مهدي، مدير تطوير الأعمال في صادرات البحرين، شكرا جزيلا لك.